نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. نبدأ من موقف بوتين الذي أكد أن دمشق تشارك في عملية تدمير أسلحتها الكيميائية بنشاط وشفافية، معربا عن أمله في أن يتمكن خبراء الأسلحة الكيميائية من الانتهاء من إزالتها خلال عام. بوتين وبعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نهاية قمة أبك في إندونيسيا أكد أن روسيا والولايات المتحدة متفقتان بشأن كيفية إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالبا بتوسيع قائمة المشاركين في جنيف 2 وبدعوة عدد من الدول الإسلامية الأخرى لحضوره منها إندونيسيا. وفي موقف أمريكي جديد، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف موافقة بلادها على مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 الدولي حول سوريا، مشترطة تأييد طهران العلني إعلان جنيف الذي يطالب بتأليف حكومة انتقالية في سوريا. المتحدثة الأمريكية قالت أن بلادها أكثر ميلا إزاء هذه المشاركة إذا استجابت إيران لهذا الشرط. وفي موضوع الأسلحة الكيميائية السورية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سترسلان 100 خبير إلى سوريا. وأشار بان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن هذه المهمة هي الأولى من هذا النوع في تاريخ المنظمتين، مضيفا أن القاعدة العملانية ستكون في دمشق، فيما ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص. ميدانيا، قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون نتيجة سقوط صواريخ على بلدة عفرين غرب مدينة حلب، فيما انسحب الجيش الحر من قرى تل السمن وريف عين عيسى في الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع داعش. من جهة ثانية، استهدف الجيش السوري مواقع للجيش الحر في معظمية الشام وجوبر بريف دمشق، واندلعت اشتباكات بين الطرفين في المليحة. وفي ريف حلب، قصف الجيش السوري معاقل لجبهة النصرة ولواء التوحيد في السفيرة، فيما استهدف مسلحو المعارضة حي القصور بدير الزور بقذيفة هاون. وعن التطورات الميدانية في ريف دمشق معنا من دمشق مراسلنا محمد الخضر. محمد، إذن ماذا عن كل جديد حول التطورات الميدانية في دمشق وريفها؟ نعم علا، نقسم هذا الأمر إلى جزئين. الأول في غوطة دمشق الغربية في معظمية الشام تحديدا، كانت هناك بالفعل غارات للطيران الحربي السوري استهدفت مواقع للجيش الحر على ما يبدو. تتحدث المصادر العسكرية عن أن هدف هذه الغارات كان ضرب تجمعا يقع تحديدا قرب منطقة السكة في تلك المنطقة، مترافقا ذلك كان في الواقع مع قصف مدفعي استهدف مواقع أيضا ضمن معظمية الشام في الجهة الشمالية من تلك المنطقة. طبعا العملية في معظمية الشام، هذه المنطقة الحيوية التي تقع غرب دمشق، مضى عليها تقريبا حوالي 5 أسابيع. الجيش السوري يريد حسم تلك المواجهة، خصوصا وأن المعظمية تشكل بوابة أو حلقة تفصل دمشق عن الأجزاء في الريف الدمشقي الغربي وحتى عن القنيطرة، إذ أنه من المعروف أن هذا الطريق، طريق دمشق القنيطرة، مغلق منذ تلك الفترة، منذ 5 أسابيع نتيجة تلك العمليات العسكرية. في الجهة المقابلة في غوطة دمشق الشرقية أو حتى في شمال شرق العاصمة السورية، الجيش السوري يواصل العملية العسكرية في جوبر. كانت هذه العملية قد حققت ما سمي بتقدما تحديدا في منطقة المتحلق الجنوبي. اليوم الجيش السوري يواصل تلك العملية، يريد من تلك العملية في الواقع محاولة عزل المسلحين والجيش الحر في زملكة وهي ملاصقة تماما لحي جوبر، وبالتالي أعطاء ميزة للجيش السوري الذي يقاتل في تلك المناطق. ثم من جانب آخر تأمين منطقة جوبر وهي منطقة أيضا حيوية، إذ أنها تشكل نطاقا يحيط بدمشق من جهتها الشمالية الشرقية. طبعا هناك بطء في هذه العملية، مرده كما تتحدث مصادر عسكرية إلى تفخيخ بعض الأبنية إلى محاولة تحقيق تقدم بأقل الخسائر الممكنة في منطقة تعتبر ربما مركزا أساسيا للجيش الحر في تلك الناحية من دمشق. محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا من دمشق مباشرة، شكرا جزيلا لك. ميدانيا أيضا، وبعد تلكلخ تشهد قرية المتراس في ريف طرطوس مصالحة
ومسلحوها يلقون السلاح قرية المتراس، لطالما أدت دور الممر اللوجستي لإيصال الدعم عبر لبنان إلى مسلحي الحصن والزارة في حمص. إلى الشمال الغربي من مدينة حمص وتحديدا في قرية المتراس التابعة إداريا لريف طرطوس، نموذج آخر للمصالحة الوطنية بأبعاده الإنسانية مصحوبا بعملية عسكرية تجعل من الواقعة أمرا غريبا قلما يتكرر في الصراعات المحلية. قمنا بإجراءات مشددة لمنع دخول هؤلاء الإرهابيين المجرمين إلى تلك المناطق الآمنة في ريف طرطوس، وقمنا بالتعاون مع الجهات المعنية ببذل جهود لتسوية أوضاع الفارين والهاربين من وجه العدالة. المتراس على خط واحد مع بلدتي الحصن والزارة في ريف حمص، ومن الطرف الآخر تتصل بوادي خالد اللبناني. المفارقة هذه المرة أن القرية لم تؤدي دورا عسكريا واضحا في مواجهة الدولة السورية، إلى أنها كانت صاحبة دور يوازي العمليات العسكرية خطورة لناحية حماية خط الإمداد اللوجستي بالدعم والسلاح من لبنان إلى قرى ريف حمص خلال عامين، وهي التي فر إليها عشرات الجنود السوريين الهاربين من الخدمة. قامت لجنة المشكلة من الأهالي مع الجهات المعنية بتسوية الأوضاع في نفس الزمن الذي نحن نشتبك مع الإرهابيين المرتزقة في محيط القرية، وأن المتراس هي بلدة آمنة بامتياز على مستوى الجمهورية العربية السورية. دخول الجيش السوري برفقة الدفاع الوطني إلى المتراس أتى نتيجة ضغوط متزايدة في المنطقة، ليكون دخولهما متوازيا مع عمليات عسكرية بدأت فعليا في قرية الحصن. فسيطرة الجيش السوري وقوى الدفاع الوطني عليها كفيلة بحماية الخط الخلفي واتخاذه منطلقا لتعزيز الطوق. المصالحة التي جاءت على وقع معارك في محيط القرية تركزت مع مجموعات قررت ألا تسلم نفسها قبل أن يتجه أهالي القرية لتسليم المطلوبين دون أي إشكال أمني، ما أتاح الدور الأكبر لتفعيل الحوار الأهلي. قرية المتراس في ريف طرطوس سرعان ما دخلت على خط الأزمة السورية من باب التمرد المسلح، ثاني قرية سورية تشهد مصالحة وطنية مدعومة بطوق عسكري بعد المصالحة في مدينة تلكلخ. من قرية المتراس في ريف طرطوس، طارق علي، الميادين. وسط كل هذه الأجواء تدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بالوضع الإنساني للسوريين، فالمنظمة الدولية تتوقع أن يكون هناك أكثر من 8 ملايين سوري في حالة عوز عام 2014، إضافة إلى انضمام 4 ملايين شخص إلى عديد اللاجئين والنازحين. الوضع في سوريا مأساوي، والناس يموتون 1000 مرة كل يوم لتأمين الخبز لسد رمقهم، هذا إن توافر معهم ثمنه. فالبطالة المفروضة بسبب الوضع الأمني استشرت إلى حد مخيف. الأمم المتحدة حذرت في وثيقة جديدة لها من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، لأنه سيؤدي إلى وقوع أكثر من ثلث السوريين في حالة عوز، وسيجعلهم بحاجة إلى مساعدات غذائية وإنسانية، وهي التي تشح في بيوت باتت تحمل الفقر والعوز عنوانا لها. الوثيقة أفادت بأن الأمم المتحدة تتوقع أن يخرج من سوريا 2 مليون لاجئ جديد، وأن ينزح إلى داخل البلاد أكثر من 2 مليون سوري في العام المقبل. وللحد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، اجتمع مسؤولون من 10 هيئات تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة و18 منظمة إغاثة أخرى في عمان أواخر أيلول سبتمبر الماضي لوضع استراتيجية لعام 2014. وخلال الاجتماع توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يرزح أكثر من 8 ملايين شخص، أي أكثر من ثلث عدد السكان سوريا البالغ 23 مليون نسمة، أي يرزح تحت خط الفقر بحلول نهاية العام المقبل، وهي نسبة تزيد بحوالي 37% عن عام 2013، من بينهم 6,500,000 نازح، وهي زيادة بنسبة 54%. وفي رأي مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا سيكون استمرار الصراع وتصاعده مع زيادة تشرذم وتعطل الخدمات الأساسية وتآكل آليات التعايش بدرجة أكبر، ما سينعكس حتما زيادة في نسب الفقر والعوز واللجوء. وعلى الحدود السورية التركية، باشرت السلطات التركية بناء جدار على الحدود مع سوريا بارتفاع 2 متر، وسوف يتم وضع أسلاك شائكة فوقه لمنع العبور غير القانوني ووقف حركة التهريب.
وسائل إعلام تركية ذكرت أن إقامة الجدار ستكون على طول منطقة نصيبين المتاخمة للحدود السورية والتي تقع قبالة مدينة القامش للسورية. معلومات عن الجدار وموقعه والغاية من بنائه في هذا التقرير لهبة الله بطار. السلام عليكم. عماني والحدود السورية التركية شبه مفتوحة. تركيا غضت الطرف عن حركة العبور ذهابا وإيابا عبر حدودها، فيما تشهد المنطقة من الجهة السورية معارك مستمرة بين الجيش والمسلحين حينا وبين المسلحين أنفسهم أحيانا أخرى. تركيا اليوم تعيد حساباتها وتتجه نحو بناء جدار على هذه الحدود عند منطقة صيبين في الجانب التركي التي تقابل القامشلي من الجانب السوري. بدأ وضع الأساسات لبناء الجدار وفقا لمسؤولين إتراك. ارتفاع الجدار المفترض مترا، وسيبنى على طول جزء صغير من الحدود الممتدة على طول 900 كيلومتر، والغاية هي منع التهريب ودخول النازحين على نحو غير شرعي. مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية بقيت خارج خارطة المعارك حتى شهر نيسان أبريل الماضي، حيث سجل الدخول الأول لمقاتلي الجيش الحر إليها. المدينة القريبة أيضا من الحدود العراقية تنتشر فيها قوات الحماية الشعبية الكردية، فيما تتوزع بعض الجماعات المسلحة من كتائب إسلامية ومقاتلي جيش حر على أطرافها. التوجه نحو بناء الجدار يأتي أيضا بعد معارك السيطرة على المعابر الحدودية. بعض هذه المعابر شهدت اشتباكات بين المسلحين الإسلاميين ومسلحي الجيش الحر، وخصوصا معبر السلامة عند مدينة أعزاز ومعبر باب الهوى شمال غرب مدينة إدلب. بناء الجدار في منطقة صيبين قد يعيد إحياء فكرة إقامة جدار مماثل كان قد دار نقاش بشأن بنائه في شهر أيار مايو الفائت. الجدار الآخر كان من المفترض أن يبنى في منطقة هاتاي الحدودية جنوب غرب تركيا على طول 2.5 كيلومتر، إلا أن هذا الجدار لم يبصر النور حتى الآن. ومن أنقرة ينضم إلينا الخبير في الشؤون التركية سيد دانيال عبد الفتاح. أهلا وسهلا بك سيد دانيال معنا في نشرة الظهيرة. يعني اليوم تركيا تقول أنه بنت هذا الجدار لمنع التهريب والعبور غير الشرعي، ولكن في ظل ما تشهد اليوم سوريا طبعا للخطوة دلالات أكثر من ذلك. لماذا الآن بناء هذا الجدار، ومن ماذا فعليا تخشى تركيا؟ سيد دانيال، يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية، كان معنا من أنقرة. ونبقى في تركيا، حيث جرت مواجهات ليلة أمس بين متظاهرين أكراد والشرطة التركية في منطقة سيزر جنوب شرق البلاد، وقد ألقى عدد من المتظاهرين الأكراد قنابل حارقة على آليات الشرطة. وشهدت المنطقة المعروفة باسم جزيرة ابن عمر مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. هذه ليست رزمة إصلاحات لإحلال الديمقراطية، بل رزمة إصلاحات للانتخابات. بهذه الكلمات اختصرت منسقة الحزب الكردي للسلام والديمقراطية غولتن كيسانك موقف الكرد من الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. فما سماها أردوغان رزمة الديمقراطية وجدها الكرد وتحديدا حزب العمال الكردستاني استهدافا ضد تعزيز حقوق الكرد بحسب قيادة الحزب. الإصلاحات شملت السماح باستخدام اللغة الكردية في المدارس بعدما كان ذلك محظورا، وبتمثيل أكبر للكرد على وجه الخصوص في البرلمان، إضافة إلى أعطاء الكرد حق الدعاية الحزبية باللغات غير التركية منها الكردية. غير أن حزب السلام رأى أن هذه الإصلاحات لا تلبي مطالب الأقلية الكردية، وخاصة في الحصول على موافقة للتعليم بلغتهم الأم، وفي تعديل كامل لقانون الدولة لمكافحة الإرهاب والترتيبات القانونية للإفراج عن ناشطيهم في السجون. أما عملية السلام مع العمال الكردستاني فعلقت بداية الشهر المنصرم بعدما كانت تسير ببطء منذ أن أعلن الحزب وقف إطلاق النار على
نحو أحدي الجانب في أذار مارس والمباشرة بسحب مقاتليها من الأراضي التركية. الحزب اتهم الحكومة بعدم احترام وعودها الإصلاحية ورأى أن عقلية وإمكانية التوصل لحل مفتقدتان في هذه الإصلاحات. وفيما أمل أردوغان أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى دعم الوحدة التركية تلقاها الكرد على أنها تخدم حاجات حزب العدالة والتنمية، ما أدى إلى استئناف الصراع الدائر بين الحزب والحكومة والمستمر منذ 40 عاما. حياكم الله. منذ اتضاح المشهد الدولي بالتربص بسوريا كان أول الغيث قطر، وكان أسوأ الخداع سلطان بني عثمان، أول الغيث قطر. لكن الجرح القطري كان مؤلما بقوة استخدام اللغة المشتركة وتاريخ الصداقة وما كان من تصالح شعبي مع قناة الجزيرة، خصوصا في مواكبتها لحرب العراق 2003 والحرب الإسرائيلية على لبنان ومقاومته 2006. حاكم قطر جعل نفسه حاكما لتونس وليبيا ومصر دفعة واحدة، وتخيل أن قوة فكيه وأسنانه ستجعلان اللقمة السورية سائغة وتذوب على أطراف ذبائب لسانه، وبقي يحاول المضغ حتى تكسر الفكان وانطحنت الأنياب وتذأب وتمرغ اللسان بوحل اللهاث وراء السراب. تعهد الحاكم وتابعه حامل اسمه بنهاية أمر سوريا شهور 3 مع عيد رمضان قبل عامين، واستمر يجدد شراء الوقت من سيده ومشغله الأمريكي 10 مرات، 3 شهور ب3 شهور، حتى بلغ اليأس منه مبلغ الذهاب به مبكرا للتقاعد. تسلم ولده منه الإمارة بقرار وطلب إليه أن يلوذ بالفرار. والشيء بالشيء يذكر أن الأمير الصغير ومعه المال الوفير قد نصح بجعل أولمبيات 2022 عنوان الإنجاز الذي يثبت فيه بين يديه درع الإمارة، فالسيدة الوالدة بذلت جهدا لا يجوز أن يضيع حتى جلبت هذا الإعجاز وهي تتنقل بين مؤتمر وسفارة. تناسى الناصحون والمستشارون والعازمون والفياصل ومجموع القناصل أن ثمة أرواحا طاهرة تلاحق قتلتها من السماء، وأن كثيرا من حالات الفرار بالغنيمة لا تنتهي بعاقبة سليمة، فقد يتفركش اللص بحجر وتصيبه إصابة أو يقع في الكمين زعيم العصابة. والمهم أنه في الحالة السورية ونزيف الدم البريء ومسؤولية حكام البلعوم والمريء، فالعاقبة تأتي تباعا وسريعا، وربما تدحرج الأزمات والملمات ويبدو الأمير مريعا أو يصير سخيفا بأن يبرر كما تقول صحافة بريطانيا مملكة العبيد التي تسأله عنها الفيفا. فكيف يقام الأولمبياد في القرن 21 في صرح كلف مئات الملايين لكنه شهد زهقا لأرواح الآلاف والأرواح الكثيرة، كما في بناء الأهرامات من باكستان والهند وكل الجنسيات؟ على الأمير أن يجري بمعونة دولية التحقيق الشفاف وأن لا يبلع بالريق ويخاف، فالأولمبياد سينزع على الأرجح ولن تكتمل فرحة السيدة الوالدة وتتبجح. حكام قطر في عقاب من الله لأنهم عبثوا بما بارك واعتدوا على المحرمات وانتهكوا المقدسات، وهذا أول الغيث يا حكام قطر. وعلى سلطان بني عثمان أن يتخذوا العبر، فأول الغيث قطر. مرحبا مشاهدينا أينما كنتم، هذه نشرة سما المفصلة من دمشق، حياكم الله. عادت الحركة تدب على مسار العمل الدبلوماسي بشأن سوريا. المفاوضات لم تتوقف لحظة حتى عند قرع طبول الحرب. التركيز انتقل من نقطة إلى أخرى، وهكذا توالت فصول مرحلة الانفراج الدولي فيما يخص الأزمة السورية. إشادة أممية وأمريكية بالتعاون السوري في نزع السلاح الكيميائي، وواشنطن ترى أن السيناريو العسكري غير ممكن وغير مقبول بعد الآن. هي عودة إذن إلى اتفاق جنيف رغم المطبات المختلفة التي تعيق انعقاده، فرئيس ما يسمى الائتلاف يرفض التفاوض مع ما يسمى العدو من دون ضمانات، وحلفاؤه الغربيون يريدون مشاركته في مؤتمر السلام المنتظر، والكرة كلها الآن في ملعب الطرف الآخر.
أي الأطراف الأخرى. لكن الجديد كان تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، تم الكشف فيه عن قلق إسرائيل من أسلحة سورية بيولوجية معتبرة إياها أشد خطورة من الكيميائي. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توسيع قائمة المشاركين في المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع عقده في جنيف، ودعوة عدد من الدول الإسلامية الأخرى إلى حضوره، ومنها أندونيسيا باعتبارها أكبر بلد إسلامي. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة بالي الأندونيسية، قال إننا اتفقنا مع الشركاء الأمريكيين على ضرورة العمل في المستقبل القريب لتسوية الأزمة في سوريا. دمشق تشارك في عملية تدمير أسلحتها الكيميائية بنشاط وشفافية، هذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي 21 لدول آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي الأندونيسية. لقد اتفقنا مع شركائنا الأمريكيين على ما يجب عمله على النطاق الزمني المتوسط المدة. أما بشأن الشكوك حول التزام دمشق، فقد تعاملت القيادة السورية مع هذا العمل بشكل نشيط وشفاف جدا. بوتين دعا إلى توسيع قائمة المشاركين في مؤتمر جنيف 2 ودعوة عدد من الدول الإسلامية الأخرى لحضوره، منها أندونيسيا باعتبارها أكبر بلد إسلامي، كما شدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار باختيار رئيسه وليس روسيا أو أي دول أخرى. بوتين التقى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي على هامش قمة بالي، وأكد أن الخلافات بين روسيا وأمريكا كانت تكتيكية، حيث أن الأخيرة لا تسعى لإيصال القاعدة إلى السلطة، وكل من روسيا والولايات المتحدة يتشاطران نفس الأهداف المتعلقة باستعادة الاستقرار في سوريا. لدينا تفاهم حول ما يجب عمله وكيف، وأنا مرتاح جدا للموقف الذي اتخذه الرئيس أوباما، وهو اتخذ هذا القرار على الرغم من أن الوضع كان صعبا بالنسبة له، وذلك سمح بتجنب حدوث مأساة. بينما يواصل مفتشو الأمم المتحدة عملهم في تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، قدمت الصين قائمة بعدد من الخبراء للمساهمة في تدمير هذه الأسلحة. الصين تؤيد الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقا للمقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي. نحن أيضا نود أن نرسل خبراء للمشاركة في العمل وتقديم الدعم المالي. ضمان تمثيل ما سمي بالخليط الصحيح من مجموعات المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 أمر في منتهى الأهمية. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرا إلى أن هناك مجموعات في المعارضة السورية تعد أقرب إلى تنظيم القاعدة وليس إلى الجيش الحر الذي يصور عادة كمعارضة علمانية مسلحة. لافروف أوضح أن هناك إدراكا متزايدا للخطر الذي يمثله المتطرفون على سوريا والمنطقة برمتها، وذلك ما تبين خلال اللقاء الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهذا ما قاله الطرفان في المؤتمرين الصحفيين بعد المحادثات في نيويورك وبالي في وقت سابق. استشهد 7 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على مدينة عفرين في ريف حلب. وأفادت مراسلة قناة سما الفضائية أن 4 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون تابعون لما يسمى دولة الإسلام في العراق والشام التابعة لتنظيم القاعدة سقطت في أحياء متفرقة بعفرين وقرية أطرندة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في مستشفى الجنان وساحة السراي والحديقة العامة ومنازل المواطنين. هذا واستشهد مواطن وأصيب 7 آخرون بينهم أطفال في اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على منازل المواطنين قرب جامع الرضوان في مشروع 3000 شقة بمدينة حلب. أبرز التطورات الميدانية. بدأت مدينة حلب تتنفس الصعداء بعد أسابيع من الحصار الذي حاول فرضه عليها الإرهابيون، وبعد أن تمكن الجيش العربي السوري من إعادة فتح الطريق التي تربط المدينة بمدينة السلامية ومنها إلى حماة ومنها إلى حمص فدمشق أو الساحل السوري، واستعادة السيطرة على المنطقة الممتدة من عاصمة
سوريا الاقتصادية إلى بلدة خناصر مرورا بمعامل الدفاع في السفيرة، تمهيدا لفتح الطريق رسميا أمام حركة المدنيين وقوافل الطحين والمواد الغذائية والوقود بحسب مصدر في المحافظة. حلب الشهباء والتي حاصرها الإرهاب من كل مكان، فضيق على أهلها معيشتهم وقطع كل سبل الإمداد إليها حتى يكسر صمود وإرادة شعبها. طريق حلب خناصر هو أحد هذه السبل، بل والطريق الوحيدة التي كانت متنفسا لأهالي هذه المدينة بعد أن فرض عليها الحصار. نحن الآن في أحد النقاط التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري. الآن نحن في طريقنا إلى خناصر، ولكن قبل أن نستمر في مسيرنا عثر أبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني على عبوات ناسفة قاموا بتفكيكها. طبعا العصابات الإرهابية المسلحة قامت بزرع هذه العبوات على طرفي الطريق لاستهداف طبعا الجيش العربي السوري الباسي والمدنيين أيضا المتواجدين في هذه المنطقة وعلى الطريق المؤدي إلى خناصر. مزيد من التفاصيل عن هذه العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون، معنا أحد عناصر طبعا وحدات الهندسة الذين قاموا بتفكيك هذه العبوات. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. تفاصيل هذه العبوات. نحن وحدة تابعة لقوات الدفاع الوطني بالتعاون مع القوات من الجيش العربي السوري وحدة الهندسة، قمنا بتفتيش الطريق ومسحه كاملا بمنطقة أم قبطين. نحن مع الطريق شفنا العبوات الناسفة كانت موصولة كلياتها، وهي عبوات صحنية أو قمعية أو يعني موصولة بطريقة مشان تأذي تستهدف المدنيين أو أي مار على الطريق ممكن استهدافه وقتله حتى وإن كان غير مرصود، يعني ممكن أي مدني يمرق على الطريق يستهدفوه أو يموت، يعني هو والقافلة تبعه أو من مكان. حتى هذه الطريق لم تسلم من إجرام العصابات الإرهابية، فعمدت إلى قطعها واستهدفت المواطنين ودخلت القرى الآمنة، قتلت أهلها ودمرت بيوتهم وحرقت المؤسسات الحكومية، وما زادت آثار إجرامهم باقية حتى الآن تشهد على وحشيتهم. واليوم وبهمة وتضحيات الجيش العربي السوري الكبيرة عاد الأمن والأمان إلى هذه الطريق. في الأحوال العادية كنا نقطع الطريق إلى خناصر في وقت قصير، أما اليوم ونحن مع بواسل جيشنا لبثنا مدة أطول، فحواجز الجيش العربي السوري كانت منتشرة على طول الطريق للحفاظ على أمان القرى التي كنا نمر بها والتي حررها الجيش من رجس هذه العصابات. كنا نسير بحذر بسبب الألغام التي كانت قد زرعتها هذه العصابات على طرفي الطريق لاستهداف الجيش والمواطنين الأبرياء، وما زالت وحدات جيشنا حتى الآن تعمل على إزالة الألغام وتمشيط المسار بهمم عالية ومعنويات مرتفعة، مصممين على فتح الطريق أمام المواطنين بأسرع وقت ممكن. نحن الآن قبل خناصر بمسافة قليلة، طبعا وصلنا إلى هذه المناطق ابتداء من المنطقة الشرقية من حلب مرورا بأراموسا بمعمل الإسمنت بالشيخ سعيد وبعين العصافير، منها إلى تل شغيب وصولا إلى قبتين التي طبعا كما رصدنا لكم كيف قام أبطال الجيش العربي السوري بتفكيك العبوات الناسفة التي كان يزرعها الإرهابيون على أطراف الشارع، ثم الحميرة وجنيد وأبو دريخة، والآن نحن عند سبخة الجبول كما تتابعون معي هذه السبخة. طبعا أريد أن أنوه أيضا أن العصابات الإرهابية المسلحة كانت تقوم بقطع الطرقات في هذه المنطقة على المواطنين الذين يحاولون المرور أو الوصول إلى منطقة خناصر، ولكن أريد أن أنوه إلى أن جميع القرى التي مررنا بها بدءا من منطقة الراموسة إلى خناصر هي الآن آمنة بفضل أبطال الجيش العربي السوري التي حرروها من رجس العصابات الإرهابية المسلحة التي دخلت إليها، وكما تابعنا من خلال التقرير كيف دمرت وحرقت وخربت المراكز العامة والخاصة الموجودة فيها. لم تكتفي هذه العصابات بالحرق والتدمير والتخريب، بل عمدت إلى الانتقام من أهالي هذه القرى في مجازر جماعية. نحن الآن في المركز الثقافي العربي في خناصر والذي يقع في المنطقة الشمالية الغربية من منطقة خناصر، كما تتابعون معي أثار الدمار والخراب الذي خلفته هذه العصابات الإرهابية في هذا المكان من تدمير لكامل المركز، وهذه الكتابات التي تخص هذه العصابات كما تابعتم معنا. يوجد أيضا عبوات ناسفة تركتها هذه العصابات، طبعا قبل أن تفر هذه العصابات أو تقتل في منطقة خناصر من قبل الجيش العربي السوري، قامت هذه العصابات بارتكاب مجزرة، قامت بإعدام ميداني للمواطنين، وهذه كانت هنا أثار الدماء الموجودة على درج المركز الثقافي.
سوف ننتقل بعد قليل إلى المقبرة الجماعية التي تم جمع فيها جثامين المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم بقوا صامدين في هذه المنطقة. العصابات المسلحة دخلت على المنطقة ومركز ثقافي مركز الصحي طبعا جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وأمثالهم دخلوا ارتكبوا مجزرة بحق المدنيين وبحق الدفاع الوطني وبحق الجيش. وهي مقبرة من المقابر الجماعية اللي نظموها ودفنوا فيها جثث المدنيين وبعض بعض العناصر الدفاع الوطني والجيش. وفي مقبرتين كمان تحت باتجاه القوس باتجاه المنطقة الوطنية. وما بس اكتفوا بهم، حرقوا المنازل البيوت تبع المأمنين وبالمناطق الثانية، فكيف هجروا المناطق بضياع بكاملة نسحت عن المنطقة بسبب أعمالها بهؤلاء الناس الفاسدين الفاسقين. طريق حماة السلمية خناصر حلب والذي يعتبر الشريان الرئيسي الحالي لهذه المدينة يمدها بقوافل الإمدادات الغذائية والإغاثية، وبعد أن دخلها الجيش العربي السوري وبسط فيها الأمن والأمان سوف تعود قوافل الإمدادات من جديد، وما دام هناك جيش قوي كالجيش العربي السوري سوف تتوالى الانتصارات انتصار تلو انتصار. وحدات عسكرية سورية وجهت ضربات قاسمة للإرهابيين في ريف حلب حيث دمرت لهم كميات كبيرة من أسلحتهم وذخيرتهم وآلياتهم غرب قرية بابيس وشرق الأتارب، وأعدادا من السيارات المحملة بأسلحة متنوعة في قرية الجابرية وعلى الطريق بين المدينة الصناعية والباب. هذه كنانة علوش مرة ثانية مراسلة قناة سما الفضائية في محافظة حلب أجملت التطورات بهذه الرسالة. تحية لكم مشاهدينا متابعي قناة سما. ما زال جيشنا العربي السوري يواصل تصديه للعصابات الإرهابية المسلحة ودك أوكارها في الريف والمدينة، والبداية من الريف الحلبي حيث نفذت وحدة من قواتنا الباسلة عدة هجمات استباقية ضد تجمعات وأرتال وعتاد تابعة للعصابات الإرهابية في مناطق مختلفة من ريف حلب، كما أن الهجمات شملت تدمير أرتال سيارات بما فيها من أسلحة وذخيرة وإرهابيين غرب قرية بابيس وشرق الأتارب وسيارتين في قرية الجابرية بريف حلب الشرقي ورتل سيارات على محور المدينة الصناعية الباب، إضافة إلى القضاء على تجمعات الإرهابيين مع عتادهم عند مبنى الإكاردة على طريق حلب إدلب. والحدث الأهم هو إعادة الأمن والأمان إلى 11 قرية من ريف حلب بعد أن قضت على آخر تجمعات الإرهابيين في كل من قرى تل شغيب وتركان والنيرب وتل عبور والبركة والمصيدة والحبيسة وطاط وبرج رمان والعميرة والحميرة، وترافقت العملية مع تفكيك عشرات من العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في القرى قبل أن يسقطوا قتلى على أيدي جنودنا البواسل. وكما نوهنا في رسالتنا يوم أمس أن طريق حماة سلمية خناصر حلب أصبح تحت سيطرة الجيش العربي السوري بالكامل، إلا أنه لم يفتح بعد أمام المواطنين ريثما يتم تمشيط كامل المسار من قبل أبطال الجيش العربي السوري ضمانا لسلامة المواطنين وأمنهم، كما أن قوافل الإمداد الإغاثية والغذائية والمحروقات قد تنطلق في أي لحظة تمهيدا لدخولها إلى حلب وكسر الحصار المفروض من قبل العصابات الإرهابية المسلحة على المدينة. هذه كانت أخبارنا العسكرية، كانت معكم كنان علوش من حلب الشهباء. أما في محافظة الحسكة وخلال مداهمة وحدة عسكرية سورية وكرا لمجموعة إرهابية في حي المشرفة بمدينة الحسكة تم ضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والقنابل وإيقاع عدد من أفرادها قتلى وإلقاء القبض على آخرين. وذكر مراسل سما أن الأسلحة المضبوطة شملت رشاشة بكيسي وثلاث بنادق حربية آلية وثلاث بنادق بومبكشن وست قنابل هجومية وكميات من الذخيرة. وأضاف أنه تم القضاء على ستة إرهابيين من أفراد المجموعة وإلقاء القبض على أربعة آخرين. إلى ذلك أدى انفجار عبوة ناسفة كان إرهابيون ألصقوها في سيارة إلى حدوث حريق وأضرار مادية في المكان، ولم يكن هناك أي إصابات بشرية. السيارة التي استهدفت هي عائدة لعضو في المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة. ونقل مراسلنا في الحسكة عن مصدر في المحافظة أن السيارة انفجرت بعد نزول عضو المكتب التنفيذي منها بقليل، ما أدى إلى حريق كبير نتيجة انفجار خزان الوقود، ثم توسعت دائرة اللهب ما أسفر عن احتراق سيارة أخرى. هذا العمل عمل إجرامي، ويجب علينا أن نحافظ على وطننا وعلى جيشنا وعلى شعبنا المغدر، وأن كل هذه المؤامرة عبارة عن ضد الوطن، ويجب محاربة هذا العمال الإرهابية، لأن هذا خراب لهذا الوطن
وعلى اقتصاده وعلى شعبه. في محافظة حمص أحبطت وحدة عسكرية سورية محاولة مجموعة إرهابية مسلحة التسلل من لبنان إلى ريف القصير وألحقت بها إصابات مباشرة. وذكرت مراسلة قناة سما أن وحدة عسكرية سورية وقوات حرس الحدود أوقعت عددا من أفراد مجموعة إرهابية قتلى ومصابين أثناء محاولتهم التسلل من منطقة عرسال عبر موقع خربة النعمات بريف القصير، ودمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، فيما فر من تبقى منهم إلى داخل الأراضي اللبنانية. أما في سياق ثاني، ففككت الجهات المختصة السورية في تدمر بريف المحافظة 5 عبوات ناسفة بزنة 5 كيلوغرامات العبوة الواحدة كانت معدة للاستخدام كعبوة لاصقة على جسم السيارة، عثر عليها مواطنون في أحد بساتين تدمر الجنوبية. نبقى في محافظة حمص أيضا، حيث أحبطت وحدة عسكرية محاولة مجموعة إرهابية مسلحة التسلل من لبنان إلى ريف القصير وألحقت بها إصابات مباشرة كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وحول آخر التفاصيل والتطورات الميدانية أيضا هناك تنضم إلينا كندا خضر مراسلة سما الفضائية في محافظة حمص. كندا الله يعطيك العافية، ما هو الجديد لديك لو سمحتي؟ نعم، مساء الخير دكتور، مساء الخير لمشاهدي تلفزيون سما. كما تفضلت، كان هناك اليوم محاولة تسلل من مجموعة إرهابية مسلحة للدخول إلى الأراضي السورية، تصدت لها يعني قوات أبطال جيشنا وقوات حرس الحدود، وكان هناك قتلى وجرحى في صفوف هذه المجموعة، ويعني تدمير ما كانوا يحملونه من أسلحة وذخيرة. استهدافات الجيش لأوكار المجموعات الإرهابية المسلحة ما زالت مستمرة، البداية من حمص القديمة وبالتحديد من باب هود، فبعد تطهير كتلتي بناء كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمها في عمليات القنص وأطلاق النار على المواطنين وقوات الجيش، تم القضاء على المجموعات الإرهابية التي كانت تتمركز داخل هاتين الكتلتين. اليوم كان أيضا هناك استهداف لعدة أوكار لهذه المجموعات، تحديدا في كما قلت في باب هود، أيضا في القصور وجورة الشياح والقرابيص، أيضا في الريف في منطقة الحولة وبالتحديد بقريتي تلدو والناصرة، أيضا في الرستن والدار الكبيرة والسعن. الأبرز اليوم كان هناك اقتتال بين مجموعتين إرهابيتين في حي الوعر نتيجة خلاف على تقاسم المسروقات أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعتين. أبرز القتلى كان متزاعم إحدى المجموعات يدعى عبد الإله زعرور، أيضا كما تفضلت كان هناك تفكيك لعدد من العبوات الناسفة في مدينة تدمر. قذائف الإجرام يعني سقطت اليوم على حي الوعر، قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية أدت إلى استشهاد مواطن وأضرار مادية كبيرة في المكان الذي سقطت فيه. أنا أشكرك، شكرا جزيلا كندا خضر مراسلة سما في حمص، حدثتنا عبر الهاتف. سلمت دفعة جديدة من المسلحين المغرر بهم أنفسها إلى الجهات المختصة السورية ضمن بادرة مصالحة وطنية في بيت سحم بريف دمشق. كاميرتنا رافقت الحدث. مصالحة وطنية أطلقها وجهاء المنطقة حقنا للدماء وطلبا لعودة الحياة. إرهاب البلدة لم يسلم منه الشجر ولا الحجر، لكن نفوس السوريين ومحبتهم كانت الأجدر بأن تكون الأبقى تحت سماء سوريا. دفعة جديدة من المسلحين تسلم نفسها وتعود إلى حضن الوطن، مقرة بذنب اقترفته وداعية من ما زالوا على طريق الخطأ بحق سوريا أن يعودوا إلى الصواب، ويدا بيد نعيد بناء ما هدمته نفوس غرر بها. يعني اجت اللجنة وقدمنا اسماءنا وطلعنا والحمد لله رجعنا على الوطن، وهذا ابننا نحن، وكانت غلطة، نحن غلطنا غلطة كبيرة وصححت ان شاء الله. مبادرة حلوة من اللجنة فايت على البلد وقتها اقتراها علينا، احنا وافقنا نسلم حالنا حياتنا نحافظ على حياتنا ونطلع على البر ونفوت بحدا يعادينا ونجيب أكل لأولادنا لأنه أكل جوا معاصفي وحياة يعني ما عاد تنطاق جوا. وطلعنا ولقينا الجيش برا استقبلنا أحلى استقبال وما غلط معنا بأي حرف، مو مثل ما قالوا لنا بيذبحوا الجيش ما ذبحنا، إحنا عايشين بعدنا. شو كانت وظيفتك جوا لما كنت موجود؟ شو كانت مهمتك؟ الطلاقية بس. قنص؟ لا، باروده.
وعطل أخي حارس مثل حارس تقريبا. إنه غلطنا وحملنا السلاح غلط غلط. متمنى كل العالم اللي جوا تسلم حاله. كيف كانت معاملة الجيش العربي السوري معكم لما طلعتوا؟ كيف استقبلوكم؟ كيف عملوا؟ ولا أحلى هيك معاملة والله. والله أحلى من هيك معاملة. نعم ولا أحلى من هيك معاملة. استقبلونا وقالونا جوا أساس يذبحونا وهي ما أضحك أنا شيء الحمد لله واستقبلونا أحلى استقبال. أتمنى الكل اللي داخل جوا يسلم حاله وينهوا لنا هالوضع هذا، لأنه الوضع فاق حده والأهالي كلها بالخارج. ما زالت الأذرع مفتوحة وما أفسده الزمان تصلحه النفوس، مصممة على إعادة الابتسامة لكل أم فقدت لحظة حياة داخل منزلها وبقيت مجرد ذكرى. 36 مسلح سلموا نفسهم على الجهات الأمنية اللي كانت كتير متعاونة ومتساهلة مع الشباب، ومثل العادة يعني مثل المرة الماضية استقبلون وهنوان بالعودة للوطن، وهذا أهم شيء. موضوع اللي احنا مبادرتنا اللي احنا أول شيء بنوجه الشكر لكل مين ساهم معنا بهالمبادرة. أنا في جهات كتير ساهمت معنا، إن كان وزارة المصالحة، إن كان الأمان العام لمجلس شيوخ العشائر والقبائل العربية بالأمان العام بكافة أعضائها، وما ننسى الفضل الأكبر اللي كان السند إلنا بصراحة والدعم الأكبر أهلنا وأخوتنا بجرمانة مدينة جرمانة. بصراحة هنن عطوا حق الجوار، كل الحق لحق الجوار. والله لأقول لك شغلة، نحن هاي تاني مرة منطالع شباب مسلحين من جوا. أنا بصراحة ما بحب هاي الشغلة، بحب البلد وبحب سوريا بس ما بحب فوت بهيك. بس بتحس الواحد إنه في شيء جواته حبه لبلده وكذا ما بيقدر يتقاعس. وندبتني العالم، الناس طلبتني انه اكون انا بالمصالحة. الحمد لله المرة الماضية توفقنا انه طالعنا عدد مسلحين، واتشافوا انه استفادوا من عفو السيد الرئيس وما صار عليهم شيء، تشجعوا هالمرة ويمكن العدد وصل لأربعين المرة. ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي، وسيبقى الوطن منتظرا كل يد تسعى لبنائه. هنا دمشق من صنعاء بمناسبة احتفالات الشعوب العربية بذكرى حرب تشرين التحريرية، للوقوف إلى جانب صمود الشعب السوري، حيث ألقى فيها الشاعر عمر الفرة مجموعة من قصائده. هنا دمشق من صنعاء وتحت هذا الشعار، وتزامنا مع احتفالات الشعوب العربية بذكرى الأربعين لحرب تشرين التحريرية التي خاضها الجيشين العربي السوري والمصري ضد العدو الصهيوني الغاصب، أقامت منظمة أمة عربية واحدة فعالية تضامنية مع الشعب السوري المقاوم، وبحضور عدد من الشخصيات والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية وعدد من أبناء الجالية السورية وممثلي الجاليات العربية في اليمن، أحيى الفعالية الشاعر الكبير عمر الفرة بجملة من قصائده المتميزة المليئة بروح المقاومة قبل أن يتم تكريمه. عرفنا من خلقنا الله الأرض إن يعيش ترابها الغالي، لأعلم بالسماء العالي ونموت احنا الأرض إن الأرض إن الأرض إن ولا نساوم على خطوة ولا نفاوض على النخوة، يساوم يبتعد عنا غريب الله. تحيي جيشنا العربي السوري البطل الذي سطر على الحمد لله. عدد من الكلمات التي أشادت بشجاعة الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب والغطرسة الصهيو أمريكية ألقيت في اللقاء، والتي ركزت على ضرورة توحد الأمة العربية في وجه المخططات التي يتعرض لها الوطن العربي. السلام عليكم. أشار الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستنفار طاقات الوزارة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتشدد في المراقبة والمتابعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين، وخاصة مع التحسن الكبير الذي حصل على سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى تأمين المستلزمات الغذائية والمعيشية خلال فترة عيد الأضحى المبارك والاستمرار في التسعير الإداري والتوسع به. وبين الحلقي في جلسة مجلس الوزراء أهمية التوسع الحاصل على صعيد تعزيز قدرات محطة كهرباء دير علي، وهو توسع حيوي واستراتيجي
الهام، حيث سيوفر طاقة كهربائية جديدة باستطاعة 750 ميجا وات بتكلفة إجمالية تبلغ 145 مليار ليرة سورية، حيث سيضيف هذا التوسع نسبة 10% من استطاعة الكهرباء على مستوى سوريا، مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع في ظل الأزمة يدل على إصرار الشعب السوري على البناء والإعمار وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وإصرار الحكومة على المزيد من الإعمار والبناء على مستوى المحافظات كافة. وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة ستتابع فتح ملفات الفساد في كل الجهات الحكومية والمحافظات ومحاسبة كل مقصر أو مسيء بحق المواطن والمال العام. مجلس الوزراء وافق على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن مقترحات حول توسيع منافذ التدخل الإيجابي وأحداث منافذ جديدة لتأمين احتياجات المواطنين. كما أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته. الحقيقة كان الرأي والتوجيه بأن يكون هناك تأمين لكل مستلزمات الحقيقة المواد التموينية الأساسية الضرورية وأن تكون متوفرة في منافذ البيع وخاصة في صالات التدخل الإيجابي سواء كان المؤسسة الاستهلاكية أو مؤسسة الخزن والتسويق أو سندس، إضافة إلى ضبط الأسعار وخاصة فيما يخص التسعير الإداري لبعض السلع التي أقرتها الحكومة. هناك 7 سلع يجب أن يتم ضبطها من خلال تشديد الرقابة التموينية من خلال الجولات التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك، وبدأت جولاتها من ليس يعني من هذا اليوم بل من سابق، وكان هناك مزيد من المعالجات، مزيد من العقوبات وضبوط التموينية التي تم معالجتها خلال الأشهر الماضية، لكن بدءا من البارحة تم التشديد على موضوع ضبط الأسعار، ضبط السلع. نأمل أن يكون هناك استجابة أيضا من الأخوة التجار سواء كان تجار الجملة أو نصف الجملة أو تجار المفرة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أكد أيضا عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة أن الحكومة مستمرة بسياستها في دعم المواد الأساسية للمواطنين، وكل ما يشاع عن رفع تخليها عن هذه السياسة أو رفع سعر المازوت عار من الصحة. حقيقة نحن أسعارنا ثابتة بالنسبة لمادة المازوت والغاز، وما جرى تحريكه بالنسبة لسعر مادة البنزين هو من أجل مزيد من الدعم لمادة المازوت، لأنه كما تعلم سعر المازوت يكلف الحكومة ما يعادل 170 ليرة سوري، وهو يدعم إلى الآن بضعفين على الأقل سعر لتر المازوت على الحكومة السورية. يعني نحن نستورد المستوردات أو المشتقات النفطية بأسعار القطع الأجنبي وبأسعار السوق العالمي، وبالتالي نحن عندما وعدنا المواطن السوري بأن سياسة الدعم ستستمر، البعد الاجتماعي يجب المحافظة عليه، نحن نفي بوعودنا تجاه المواطن السوري. دعا رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال لقائه رابطة المصدرين السوريين لصناعة الألبسة والنسيج، دعا الصناعيين والمستثمرين السوريين الشرفاء الذين اضطروا للهجرة إلى خارج الوطن نتيجة الظروف الراهنة إلى العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في الإعداد لمرحلة البناء والإعمار وإعادة الإنتاج وتطويره. وأوضح الحلقي خلال اللقاء أن الحكومة تسعى للارتقاء بالصناعة الوطنية وتوطين الصناعات القديمة والجديدة، وذلك في مختلف المحافظات ورغم الظروف الراهنة، وذلك بفضل الإرادة الوطنية الحقيقية والحوار المشترك. وتقدم الحكومة العديد من التسهيلات في القوانين والإجراءات الاقتصادية لتشجيع الصناعيين على توطين صناعاتهم في سوريا وزيادة إنتاجهم من خلال نقل أماكن عملهم إلى المناطق الآمنة وتوفير كل مستلزمات استمرار العملية الإنتاجية والاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية. بمناسبة الذكرى 40 لحرب تشرين التحريرية، قام محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر وأمين فرع الحزب محمد شريطح بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية في المحافظة بقيمة تتجاوز 2 مليار ليرة سورية. بمناسبة الذكرى 40 لحرب تشرين التحريرية، قام محافظ اللاذقية وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية في محافظة اللاذقية تتجاوز قيمتها الإجمالية 2 ملياري ليرة سورية.
حيث وضع حجر الأساس لمشروع السكن الشبابي باللاذقية الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.59 مليار ليرة سورية للمكتتبين على مرحلة 10 سنوات. وتم تدشين مبنى دائرة الزراعة الذي بلغت تكلفته 39,680,000 ليرة سورية، وتدشين مبنى سكن الفنيين في مدرسة التمريض والذي بلغت تكلفته 10 ملايين ليرة سورية. وضع حجر الأساس ل 1030 شقة سكنية بقيمة عقدية تصل إلى 1.59 مليار ليرة سورية، وهي عبارة عن 4 عقود تم التعاقد لبناء على الهيكل 1030 شقة سكنية من قبل قطاعات حكومية عدة. الكتلة الجديدة التي تم تدشينها اليوم هي دائرة زراعة القداحة، تتألف مساحة طابقية من 700 متر مربع من 4 طوابق، مساحة الطابقية 2800 متر مربع، يستوعب كافة أقسام مديرية الزراعة، عفوا دائرة الزراعة في القرداحة. مبنى سكن الفنيين تم تدشينه بمناسبة الذكرى 40 لحرب تشرين التحريري، قام السيد المحافظ بتدشين هذا المبنى. المبنى مكون مثل ما شفتم 3 طوابق، الطابق الأرضي عبارة عن مكاتب إدارية، والطابق الثاني عبارة عن مجموعة قاعات محاضرات واستراحة، والأخير هو مخابر. كما انتصر شعبنا وجيشنا في حرب تشرين التحريرية، إن شاء الله النصر قادم على يد السيد الرئيس بشار الأسد وبتضحيات جيشنا العربي السوري، وسيتم دحر كافة العصابات الإرهابية المسلحة، ونحن مستمرون في البناء وإعادة الإعمار. واليوم والرفيق المحافظ والمعنيون في هذه المحافظة نقوم بتدشين عدد من المشاريع. عاصمة الشهداء كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله مع سوريا العزيزة الكبيرة دائما معتزة ومعتدة بنفسها، دائما منتصرة بفضل جيشها الباسل الذي حقق انتصار تشرين. انتصار تشرين لم يكن نصرا عسكريا وحسب، بل كان نصرا معنويا وماديا بنى عليه السوريون مكتسبات كثيرة تجلى بعضها في الإعمار والبناء وإقامة الكثير من المؤسسات العامة والخاصة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن. أكد وزير النفط سليمان العباس أن قرار الحكومة بزيادة سعر لتر البنزين إلى 100 ليرة سورية لا يشكل تراجعا عن سياسة الدعم، وأن الحكومة تدعم مادة البنزين حاليا وهو ما لم يكن يحصل قبل الأزمة التي تمر بها سوريا، حيث كان سعر لتر البنزين 40 ليرة سورية بينما كانت تكلفة إنتاجه تبلغ نحو 37 ليرة. وأضاف أن العبء النفطي يزيد في بعض الأشهر على 400 مليون دولار في الشهر الواحد، حيث تصل تكلفة لتر البنزين إلى نحو 150 ليرة، أي أن الدعم ما زال 50 ليرة لكل لتر، في حين تبلغ تكلفة لتر المازوت 180 ليرة ويباع للمواطنين ب 60 ليرة، أي أن الدعم المقدم لكل لتر مازوت نحو 120 ليرة، إضافة إلى دعم أسطوانة الغاز ب 500 ليرة سورية. طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين تجديد الرقابة على جميع الأسواق التجارية لحماية المواطنين من الاستغلال والتلاعب بالأسعار ورفعها، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ودعا كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إلى الاهتمام بمتابعة ومراقبة أسواق المواد الغذائية وغير الغذائية وأسواق الخضار والفواكه وأسواق الهال والحلويات العربية بأنواعها. من جهة أخرى، أفاد رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الخطيب في دمشق أن الحكومة أصدرت قرارا يقضي برفع سعر مادتي الأرز والسكر المدعومتين من الدولة من 15 ليرة لكل منهما إلى 25 ليرة، موضحا أن رفع سعر هاتين المادتين جاء على خلفية ارتفاع أسعار الأرز والسكر المستورد، ونتيجة للحصار الاقتصادي يضاف إليها تأثيرات أسعار القطع. عمم مصرف سوريا المركزي على كافة المصارف العاملة في سوريا من عامة وخاصة ما ورد إليه من معلومات تفيد بوجود آلة طباعة لتزوير العملة السورية بكل فئاتها، ولا سيما منها الورقية النقدية من فئة 1000 ليرة سورية في مدينة من مدن المحافظات الشرقية.
ولفت المصرف أنه من الممكن تمييز الورقة النقدية المزورة عن الورقة النقدية الأصلية بالنظر إلى عدم وجود صورة القائد الخالد حافظ الأسد ضمن الدائرة البيضاء من الجهة اليسرى للورقة النقدية باعتبارها من العلامات المائية المميزة لهذه الفئة من العملة الوطنية، مشيرا في التعميم إلى حرص مصرف سوريا المركزي القضاء على أي عملية للتزوير أو لتزييف العملة السورية نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها وما ينجم عنها من زعزعة ثقة المواطن السوري بالعملة الوطنية. أكدت مؤسسة الطيران العربية السورية أن حركة الملاحة في المطارات تسير بشكل طبيعي وكامل وبحسب البرنامج المقرر لرحلاتها الداخلية والخارجية. وبيّنت رئيسة قسم البرامج في المؤسسة نادي عواد أن مؤسسة الطيران العربية السورية تسير رحلات داخلية أسبوعية من اللاذقية إلى دمشق ومن دمشق إلى القامشلي ودمشق اللاذقية وبالعكس، كما يتم تسير رحلات خارجية أسبوعية من مطاري دمشق واللاذقية باتجاه دبي وأبوظبي والرياض وموسكو وعمان والكويت وبيروت والقاهرة والجزائر وطهران وبغداد والإسكندرية وعمان وجدة والنجف والدوحة.